نبدأ محاضرتنا اليوم للإدخال عن طريق الأكسل، إدخال إلى السبيسس عن طريق الأكسل. فنفتح فايل عندنا احنا مجهزية على الديسكتوب، الكل يشوف هذا فايل اسمه exam data موجود على الديسكتوب بكل حاسبة من الحاسبات اللي أمامكم. افتحوا هذا الفايل، نلاحظ في هذا الفايل انه عندنا هو الاول هو مخصص لل variable names، هذا ال variable names مثلا age, gender, BMI, systolic blood pressure و fasting blood sugar و TSC. هذه variables لابد أن تكون باللغة الأول حتى يقبلها الـ SPSS كاسماء names of variables. من اللغة الثانية راح نشوف إنه cases، هذه case هذه case، كل واحدة من الـ cases تمثل patient. زين، هذه الطريقة هي عملية الإدخال للـ SPSS. إذا عندنا categorical variable مثل الجندر ما راح نكتب ميل وفيميل، وإنما نعمل ترميز عددي حتى يقبلها ويدخلها للأناليسيس الـ SPSS. لابد من ترميزها ترميز عددي، يعني إحنا عندنا رمزنا للون للفيميل 2 وللميل 1. هذا الترميز إحنا حتى ما ننسى شو نسوي، نروح إلى شيت 2 ونكتب جندر ونكتب ميل يساوي 1 ونكتب فيميل يساوي 2 وهكذا. إذا عندنا variable آخر مثل خلينا نقول هنا variable نسميه education، على مود ندخل education level مثلا ندخل ابتدائية نقول 1 وإعدادية secondary school 2 وكولج 3 والماستر خلينا نقول دبلوم مثلا 4 وهكذا. نرمز هذا الرمز حتى تدخل الى الاناليسيس. اذا بقيت بصيغتها الالفابيتيك او صيغه سترينج ما راح يتقبلها الـ SPSS. اذا هذا الترميز هو شيء ضروري. خلينا نفتح الان هذا الفايل في الـ SPSS، نروح الى ستارت، من ستارت الى اول بروجرامز، وننزل بالسلايد الى ان نوصل اما الى الـ SPSS. من وصلنا الى الفولدر مال الـ SPSS نفتحه، نفتح هذا الفايل الاحمر، ونبدي الآن بسحب البيانات اللي موجودة على الديسكتوب. نروح على فايل ونقول أوبن، ونروح إلى داتا. راح نفتح الآن، لكن الباث مالتنا هو الدوكمنتس، ما نلقى الباث، لازم نرجع إلمن إلى الديسكتوب. أيضا ما لقينا، ليش؟ لأنه هنا عندنا الفايلز اللي نريدها هي فايل مال SPSS. احنا الحين احنا رايدين فايل مال اكسل، ننزل من السهم الى اكسل، نظهر لنا الفايل الاكسل اللي احنا رايدين. زين، نختاره ونقول له اوكي، نقول له الان اوكي. لاحظ انه هذه البيانات نفسها اللي كنا شفناها بالاكسل، لكن شنو الرو الاول صعده في الاعلى وخلى الكيس نمبر 2 هذا الكيسز، الكيس نمبر 1
خلاها بأسفل مباشرة، فالكيسز انعرضت مباشرة. بقى عندنا هنا بعد ما سحبناه للفايل هنا بالاس بي اس اس، لابد ان نعرف ايضا معنى رموز. ما يصير نرجع على الاكسل كل ما عدنا نعرف معنى رموز، هنا لازم نسوي ليبل لهذا الرموز. فشلون نسوي ليبل؟ لازم نروح وين؟ الى الفيرابل فيو، ومن الفيرابل فيو راح نلقى امام الجندر اذا اختاريناه، امام شنو راح نلقى الفاليوز، تحت الفاليوز نسوي كليك راح يطلع لنا هذا الدايلوج بوكس حتى نسوي لكل فاليو نيبل. الفاليو واحد الليبل مالته هو 100. نقول له اد الفاليو 2 الليبل مالته هي شنو؟ في 100. ونقول له اد، نقول له اوكي. الان اخذها، اذا رجعنا الى الداتا فيو راح نلقى شنو؟ تحولت الى 100 وفي 100، لكن كليبل لكن داخليا هي شنو؟ 1 و 2 راح تدخل للحسابات. تحت الادونس عندنا هذه الايقونه، نقدر نرجعها الى اصلها العددي او نحولها امامنا شنو الى ليبل 100 وفي 100. فانتبهوا على هذه الايقونه، اذا كانت نات اكتف عند بعض الطلبه خلي يسوي لها اكتيفيشن فراح يلقى ليبل.